بالفقرة دي اسمها الحقيقة في دقيقة. هسألك أسئلة مش لذيذة قوي يعني، بس ما لا ما تفكرش لا مش هفكر، ما ما تقلقش. تفكرش لا يعني، انا اللي هيجي في بالك طخ يا معلم. اتفضل. ماشي يلا. انت عيطت لما نجحت في اختبارات الزمالك؟ اه طبعا، ليه؟ لان انا كنت اهلاوي. طب ايه اللي وداك اختبارات الزمالك؟ يعني انا كنت رايح اجرب، قلت لو تشوف كده يمكن. اه ها شوف يعني لو النادي كبير لو حتى اخترت اكيد لما اروح الاهلي اكيد هياخدوني يعني. فده كان الهدف، لكن مش الهدف ان انت تلعب في الزمالك، لان فلما انا اتقابلت في الزمالك عيطت. عيطت والله. لا عيطت عشان مضيت الثمارات، لان هما ضحكوا عليا او قالوا لي ان انت بتمضي ورقه كده عشان تعدي من الباب، محدش يوقفك على الباب. ماشي. لكن انا فوجئت ان انا مضيت على 3 استمارات، ودي كانت اول مره تحصل مع ناشئ او لعيب يروح يختبر، ان انت اول يوم من اول لمسه. خلي بالك انا كمان في اليوم ده يا كريم انا كنت لابس طقم، ايه اشيك طقم موجود في مصر، كنت لابس طقم انجلترا حلو. لما كنت بلعب، لما لان مصطفى ساعتها كان موجود في منتخب مصر 86 ماشي. لما منتخب مصر لعب انجلترا، ده انت كنت لابس طقم الاصل فانا لابس كمان. ها الطقم الاديداس الاصلي اللبني ياه اقسم بالله. ماشي فلقيت الكابتن سامي منصور وكابتن فاروق جعفر وكابتن علي الشرف الله يرحمه، ماشي فبيقولوا لي تعالى انت اسمك ايه؟ قلت لهم محمود. ما كنتش جبت سيره ابو الدقن دي خالص. ها والله ما جبتها، لان انا رايح كده انزل انا وانت اخوك معروف. ومصطفى ما موجود في منتخب مصر اللي هم خدوا بطوله 86. ففوجئت، بس سامي منصور قال لي انت اسمك ايه؟ قلت له اسمي محمود. فبعد ما مضيت كان الكابتن عثمان السيسي اداري الله يرحمه، ماشي. فبقول لي انت، قلت له انا اخو الكابتن مصطفى يا كابتن. لقيته بقى قال لي ازاي ما تقولش والحاجات، انت بتلعب فين؟ قلت له انا مضيت على ايه؟ قال لي لا ده ورقه كده، ورقه ان انت هتعدي من البوابه عشان بتوع الامن ما يوقفوكش. فروحت البيت بقول لمصطفى اخويا انا مضيت على ورق كده، مضوني على 3 ورقات مكتوب اسمك وسنك وعنوانك وانت كذا. قال لي مبروك، ده انت، ما هو مصطفى لعيب فاهم. فبقول له يعني، قال لي انت كده مبروك، ده انت لعيب في الزمالك. لقيت نفسي بعيط وما روحتش تاني بجد؟ والله، ما روحت النادي تاني. مش عيب في الزمالك، فاهم، هو انت شرف، اهلاوي جدا لكن يعني. انا بحب النادي الاهلي وكان امنية حياتك ان انت تلعب في النادي الاهلي. طب انا عندي سؤال، لو انت محمود ابو الدهب اللي بيلعب مثلا في المريخ البورسعيدي واهلاوي جدا، وجالك عرض من الزمالك بس، في الفترة دي لا في فترة بقى مش لا اختبارات مش هنضحك على ولسه بعض، عيل هروح. صغير وبتاع، لا هروح، صح؟ اه هروح، وبعدين هروح وهلعب وهتأدي، لان انت لعيب كورة. لان انت فعلا، بص يا كريم انا دايما بقول اللي بيلعب اهلي وزمالك دول، اللي ما لعبش اهلي وزمالك في مصر ما لعبش كورة، ما لعبش كورة للأسف. لان انت النهاردة في لعيبة كتير جدا. حتى لما بنيجي نتكلم، انت لما بتيجي تقعد مع ولادك كلعيب كورة لما تبطل انت عملت ايه؟ انا خدت بطولات ولعبت منتخب مصر واحترفت، فانت بتتكلم على انجازات انت عملتها. لكن لعيب ممكن يكون مكسر الدنيا وناس كتير بتتكلم عليه، ولما يقعد يبطل كوره يقول له انت عملت ايه؟ اتنسي. صح ولا انا بكلم؟ انا بقول واحد من الناس دايما، كابتن احمد الكاس ده مش هيجي زيه. صح جدا، وانا بقولها، لعيب صح لعيب جدا. فلتة، والله لعيب وشخصية جميلة، وشخصيه محترمه صح ومحبوب ومؤدب، صح جدا. اتكلم معاك لكن كان بيلعب في الاولمبي، خد ايه؟ ما حدش هيفتكر. فكان لازم يروح نادي كبير، فانت لازم تروح للي هيعليك صح؟ كلاعب كوره او هيخليك تعمل انجازات. يعني النهارده يطلع يقول لك ايه، كابتن النادي الاهلي اللي شال بطولات كتير. يا عم ده ما كانش بيلعب في مصر، بس انا في الاخر، في الاخر بس شال بطولات، واخد بطولات كتير. يعني انت النادي اللي بيمشي جنب سور النادي الاهلي بياخد بطوله. صح. انا اول يومين ليا في النادي الاهلي خدت بطوله افريقيا مع النادي الاهلي، اول يومين يعني يعني. لسه باضي، والاهلي ما بيلعب في بطوله افريقيا، ما انا خدت بطوله. يعني انا نمت وصحيت لقيت نفسي واخد بطوله بطل افريقيا، افريقيا. فلقيت نفسك بتاخد الدوري بطوله ما احنا الحاجه الوحيده اللي ظلمنا فيها ان احنا ما لعبناش في ايامنا افريقيا، صح؟ لما مجلس اداره صح خد قرار، قرر ان لكن احنا لعبنا في الوطن. البطوله العربيه، خدناها، ابطال الدوري خدناها، ابطال الكؤوس خدناها، السوبر النخبه خدناها. طب انت عايز، طب انت ما تلعبش ليه؟ ما انت بتفرح كل يوم. فهي دي النقطه اللي انا بتكلم فيها. ماشي. فانت لو كان جالك عرض طبعا، وانت حتى اهلاوي دم، لكن انت في لعيب لو في العرض صغير، الوحيد اللي موجود اكيد هتوافق، اكيد هتوافق. طبعا، ان انا انا مش مع حد يقول لك ان انا ما اجيش اهلي والزمالك، انا ما بلعبش، انا صريح يعني. لا انا لان موافق انا جدا، انا بكلمك موافق بقى، ان انت بتقول انك حقيقي يعني. لا انا ما انا موافق ده على كلام، كده. لكن انا اطلع بقى عشان الجماهير وتقول لك ده واد اهلاوي والله اسدها له، لا يا باشا ده كل ده بيضحك على الناس. صح. لكن لو جالي العرض ده الوحيد اللي جالي ولو الزمالك،
اقسم بالله وافق. صح فاهم قصدك، وده طبيعي على فكره، طبعا مش حاجه غريبه. طبعا. بس حصلت كتير، مش لازم تقول لي اسامي، بس حصلت كتير. تعرف ناس كتيره جدا اهلاويه لعبت في الزمالك وزملكاويه لعبوا في الاهلي. لا في ناس كتيره، وكان في ناس اهلاويه وبتلعب في الزمالك، وفي ناس زملكاويه بتلعب في النادي الاهلي. تعرفهم شخصيا؟ واعرفهم وكنا بنتكلم معاهم وعادي جدا، بس كان ده اكل عيشه. فاهم؟ هو بيتعامل كاحتراف. شغل. بس عليك. لكن هو دي حاجه هو تانية. شايف ان النهارده لو انت جيت سالت رضا عبعال ما كانش يستحاله يمشي من النادي الاهلي، من نادي الزمالك. لكن هم الزمالك مش عايزينه. لما جيت الاهلي طبعا ما حدش يقول النادي الاهلي لا. لكن هو في لعيبه كتير من كابتن مجد طلبه كانوا الزمالك واهلاوي. يعني بكلمك انا، لكن انا دول اللي انا كنت اعرفه. وفي لعيبه تانية كتير جدا كانوا زملكاويه وبيلعبوا في الاهلي، وفي لعيبه اهلاويه بيلعبوا في الزمالك. صح كتير حصلت، كتير حالات كتير يعني. ماشي، انت ابتديت الاول كمهاجم صح كده؟ انا كنت بديت فروت. وبعدين تحولت ورا بقى. لا ده لقيت الكابتن فاروق جعفر اللي بيلعبني ديفندر، وانا ما بدافعش. ماشي. وانا بجيب جوان بس ما بدافعش. فبصيت لقيت الكابتن بعدها شويه قال لي يا ابو الدهب انا شايفك زي مصطفى تلعب باك رايت. قلت له يا كابتن بعد كده هتوقفني جوه. انا والله قلت له انا ما بعرفش ادافع. قال لي لا، كان في بقى مصطفى ابراهيم وخالد الغندور قدام يعني. فبصيت قلت له انا مش حابب العب باك رايت. فبصيت لقيت بقول له يا ابو الدهب لو ما لعبتش باك رايت مش يعني انت في النادي. قلت له لا انت يا كابتن، عارف انت بقى التلاكيك. انا قالوا كده في وشه. ده كانوا انتوا فين؟ واحنا في الناشئين الزمالك. في الزمالك هو اللي لعبنا. هي دي الازمه اللي حصلت ما بينكم؟ هي دي الازمه الوحيده. ما كانش ازمه يعني، انا بتكلم هو بيقول لي لو ما لعبتش باك رايت مش هتلعب. فقلت له فانا قلت له خلاص يا كابتن اللي انت شايفه حضرتك شايفه. هو كنت ناشئ. فقال لي انا انت في النادي. قلت له لا انت. وقعدت في بيتنا. قعدت شويه حلوين. قعدت ما انت ما كانش في دماغك بقى يعني، عارف انت بتلعب كوره. فاهم ماشي. ايه سر صداقتك برضا عبد العال؟ لا شبهنا. يعني بص مؤدب. يعني كان دايما مساند ليك، بيوجهك، بيتكلم مع، عارف انت تبقى ناشئ مفيش حاجز بين النجومين، نجم كبير جدا واحنا ناشئين. كان بياخد بايدك وانت بتلعب. لا كان مؤدب جدا، شخصيه محترمه جدا. ده حبي بدا لي وهو انا في الزمالك. لما انا كنت بطلع من ناشئين مع الزمالك كان بيتكلم عليا بشكل كويس جدا. فده يمكن كان بياخدنا انام معاه في الغرفه. لو في اتنين فمع المنتخب نفس الطريقه. لما جينا النادي الاهلي جينا مع بعض. فدي يمكن حاجات كتير كان مرتبطه بينا. واحسن من وقتها. احسن المواقف اللي في حياتي كان مع كابتن رضا. ايه موضوع الحادثه اللي حصلت انتوا الاثنين؟ لا لا ده الحادثه لا ما لا ده دي كانت حادثه. يمكن هو كان تقريبا حد اتهمه ان هو ضرب حد. لكن هو ما كانش هو اللي ضارب. ماشي. عن طريق صلاح سالم. فانا كان خبط حد بالعربيه. فاحنا كنا فهو كان فاتحكم عليه. ماشي. فاحنا كنا قاعدين في فندق في مصر الجديده. فقلت له يا كابتن ما تقلقش، انا ما هو بيحب يهرج وابن نكته يعني. فانا قلت له انت لو جيت سجن ترى فانا بهرج معاه. قلت له هتبقى جنبي عشان انا في حلوان. فبقول له وانا رايح حلوان اعد عليك، وانا رايح من حلوان اعد عليك. فانا في نفس الوقت رحت عامل الحادثه. قال لي بس يا حلو انا بقى في زنزانه واحده. انت خبطت حد انت؟ ما انا خبطت واحد برضه يعني. ده في نفس الاسبوع. في نفس الاسبوع. انت حظك حلو. لا خلي بالك ده الفتره دي. بص عمرو الحديد ضرب واحد. انا خبطت واحد. رضا عبد خبط واحد. حسام ابراهيم خبط واحد. لا والله اقسم بالله. فليت وليد صلاح الدين يبقى ساله عليها. فريد راح موقف التمرين قال لك لا مفيش تمرين، احنا هنعمل اختبارات سواقه. صح. ايه كل قال لك يا عم اللعيبه السوابق دي. فانا ممكن الكابتن رضا قال لي بس انا داخل عليه بقول له ما تقلقش انا مش هسيبك. فقال لي بس قال لي لا يا بس يا حلو انت في زنزانه واحد. قلت لحد ما تعملش حسابي في المعسكر اللي جاي. فاكر الجملة دي؟ كابتن ابو رجيلة. ايه بقى؟ لا كابتن ابو رجيلة كنت انا ماضي في النادي المصري. واتفقنا على مبلغ معين. ماشي. ففوجئت بصيت لي الادارة ما نفذتش وعودها. وما جابوليش الفلوس لان انت يعني انت هتاخد. فقلت له كابتن ما تعملش حسابي. انا مش هلعب. لكن انا موجود معاك. ماشي. وموجود في التمرين. لكن انا مش هلعب اما اعرف راسي من رجليا وعايز فلوس. ماشي. فقال لي لا لازم تلعب ومش لازم تلعب والكلام ده. فقلت له لا اخد فلوسي الاول واللي انا اتفقت عليها وبعدين العب. فلعبنا والمصري الحمد لله كسب. ماشي. فجيت المباراه اللي بعديها برضو فالفرقه كسبت. فالاداره فاكره ايه ان هي يعني فهلويه ودمهم خفيف. مش فرقه ابو الدهب بيلعب ما لعبش احنا بنكسب. لكن هم مش عارفين ان الجماهير عايزه ابو الدهب. فجينا باللاعب القناه برضو فقلت له لا مش هلعب انا ما خدتش فلوسي. لما هم طنشوا برضو الفرقه بتكسب. لكن رغم كده الجماهير بتشتم الجهاز الفني انك ما بتلعبش وبتزوم على مجلس الاداره. فانا كنت بتكلم فبيقول ده بتلعبش ليه؟ قلت لهم عشان ما نفذوش معايا. فما قدروش في الاخر ما قدروش عليا فخدت فلوسي وابتديت العب.
في الفتره دي يا كريم احنا خدنا احسن دفاع في الدوري. يعني بعد الاهلي والزمالك انت لما تاخد تالت بعد الاهلي والزمالك اكنك خدت دوري. احنا كسبانين الاهلي في استاد القاهره وكسبانينه في بورسعيد كسبانين الزمالك في عندنا متعادلين هنا فانت كسبان وماشي بشكل كويس. احنا ما اتغلبناش في الماتش ده ما اتغلبناش الا ماتش واحد وهو المحله في المحله. لو احنا كنا كسبنا وكملنا كان ممكن تاخدوا الدوري بعديها. ما عشان انا بقول لك بقى كريم لو انت رجعت ان انت ما فيش استقرار في الانديه دي الفرقه دي كنت النادي المصري كان لازم يحافظ عليها. انت واخد تالت صح ومكسر وكسبان اهلي وزمالك فشكلت وكل واحد راح لا في حته فبالدهب بقى يمشي ومش عارف كشري ومش عارف يروح فين وده يروح فين فانت فشلت رحت. فانت فشلت بالفرقه. طياره بتقع واداري بيلف يقول لكم سامحوني. ايه الموضوع ده كابتن ده دي كانت مع بلديه المحله ماشي. لا الطياره بص احنا كنا جايين من نيجيريا فانت عارف انت لما بتيجي دايركت فانت بتفضل ماشي 3 4 ساعات على المحيط ماشي. فانا الطياره فعلا وقعت وقعت واقسم بالله وقعت يعني عارف انت بتقع انا فجاه لقيت الكابتن فاروق جعفر شعره وقف عارف انت والله شعره انا واقف انا هو قاعد قدامي ما كابتن عارف انت الشوكه اللي هم كانوا بيصرحوا بقى زمان دي انا هو حبيبي يعني ده من احسن مدربين مرنت معاه. فقال لي انت ما عندكش دم قلت له في ايه يا كابتن انا ما عنديش دم. قال لي الطياره بتقع وانت بتضحك قلت له طب انا اعمل ايه يا كابتن انط ما تقع يا كابتن ما بس انت من جواك مرعوب طب. انت عارف يا كريم انا والله انا كان عندي ياسمين ومصطفى لسه مخلفهم جديد والله ظهروا لي في وشي اقسم بالله ظهروا له في وشي بس انت ابو ده انت بتتكلم بجد الطياره وقعت والله وقعت وبعدين اسال الكابتن فاروق جعفر والله وقعت وبعدين انا لقيت اداري عمال يلف يقول لك سامحوني سامحوني. كان بيعمل فيكوا ايه بقى يا باشا؟ كان بينقل على كل اللعيبه كان عصفوره كان العصفوره بتاع رئيس النادي وسامحوني ومش عارف بعد ما الطياره الحمد لله خلاص نزلنا بقى ترانزيت في اثيوبيا فين يا عم الحاج؟ قال لك يلا. قلت له ناسي قلت له انت نسيت لا وعايز اقول لك حاجه والقران خلص في ثانيه. لا طبعا اقسم بالله واللي بيقرا قران طبعا وكله عمال يقول لك واللي زعل حد يقول له سامحني ما تزعلش مني وبتاع لا ده اول ما بقول لك سامحوني قلت له ما انا عارف ان سامحيني. وهو ما نزلته بسلام الله عادي خلاص اقسم بالله ما عبرنا ولا حاجه قلت له احنا شعب النهارده وقت الازمه بقول يا رب يا ادم والله العظيم حاجه صعبه ده مجال كوره على فكره على السفير دي موجوده كتير موجوده لحد النهارده لحد النهارده موجود. توصف بايه الوسط بتاع الكورة في مصر؟ يعني عايز اقولك من اللي بيشوفه بتاع مصلحته بتاع المصالح يعني انت في الوش تبقى حبيبي وقال ما تديني داري هديها لك في نفوخك بين حواجبك بص ما حد انا بقولك ما حدش يأمن لحد ماشي كل واحد بتاع مصلحته وكل واحد بيكلمك عشان مصلحته في ده مجال الكورة بتاعنا كل واحد عايز منك حاجة ولو انت موجود انت حبيبي وانت الو وبطمن عليك لو مش موجود ولا وانت مين فكل واحد يحافظ على اللي هو فيه. اخر حاجة كنت بتستنى او بتتمنى انك بعد ما تبطل تبقى موجود في النادي الاهلي في اي منصب؟ والله ما فكرت فيها يا كريم خالص لا انا لان انا بحب النادي الاهلي كنادي اهلي ماشي بدون مصلحه وبدون اي حاجه وبدون ان انا اشتغل لما في حد يجي يتكلم يقول لك انت بتدافع عن النادي الاهلي وبتقول النادي الاهلي لا انا بحب النادي الاهلي الا ان انا فعلا لما اتولدت ووعيت على الكوره انا بشجع النادي الاهلي فاهم قصدي لكن انا بحب النادي الاهلي بدون مصلحه فعمرك ما استنيت انك تبقى لا وعمري ما فكرت في يوم من الايام ان انا اشتغل في النادي الاهلي او ان انا عشان اروح اكلم رئيس نادي ولا مدرب ولا اداري ولا حد عشان اشتغل ما بتحصلش ما كنتش عندك الكفاءه وان انت قدي المكان اللي انت فيه ما تروحش وتشتغل فيه بمجهودك انت ان انت هتضيف لكن مش هتشتغل مجاملات لان المجاملات احنا دايما ضيعتنا سواء مجاملات في مدربين المنتخبات سواء مجاملات في قطاعات الناشئين ان في واحد يبقى معاه شهاده وضارب شهاده ويروح يشتغل لكن انا بتكلم يكون انا اشتغل يكون انتج اصنع اطلع لعيبه تفيد او انا حاطط بصمه في المكان اللي انا فيه لكن ما اروحش اشتغل عشان انا عايز اشتغل عشان اخد المرتب اخر الشهر ان انا اعيش بيه طب ما انا باكل حرام ما انا ما عملتش حاجه صح فانا بكلمك الحاجه بتحلل القرش اللي انت بتاخده ماشي.